لكم لافامي اونفا 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 الرجاء بطولة لافامي. جيت نزلي كنت اتفرج برا في القهوة والعز وديما رجاء مبروك عليهم. كنت اتمنى ان احضر تما كنت في كازا مي ولكن لا غالب ما حضرتش. المهم لافامي هذه في ميجان غير صغيرة برك باش نحتفلوا بها بديديكاس لي جوار تاع الرجاء اللي داروا لي عليهم وقاتلوا ولعبوا الماتش اللي عليهم. كنا خايف صح في الماتش في الاول بزاف بزاف طراك بزاف الخوف باسكو الماتش كان صعيب بزاف شنو بيطا كلوب دارو بريسيون بريسيو ولكن الحمد لله الرجاء ربحات ودات اللقب الحمد لله الحمد لله يا ربي. المهم لا فامي خليكم معايا واحد زوج ثلاثة وسطرة وطنية وعيش يا الولاد اوه شامبيوني شامبيوني علي 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 صراحة جاب 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 ديما ديديكاس الناس في كازا وديما رجا لا فامي ديما رجا وديما رجا وديما رجا هادي ديديكاس ليهم اللي ربحوا وجابوا اللقب قدام بطولة وديما رجا وديما رجا وديما رجا. كما قلت لكم الماتش كان صعيب بزاف ولكن فرحنا معهم الحمد لله جابوا البطولة وجابوا الشامبيونة وجابوا الكأس تاع الكاف مبروك عليهم. نقولوا لي جوار ميرسي بزاف 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 الصراحه العز العز لا فامي وديما رجاء وديما رجاء صراحه. تمنيت اني كنت ما نكون معاهم نحضر باش نحتفل مع خاوتي الرجاويين مع الناس كازا اللي فرحوا بيا وضيفوني ولكن لا غالب الوقت قصير وكتعرفوا لازم الماده والفلوس باش تريح ولكن لا غالب الحمد لله. من هنا من الجزائر احتفلوا مع خاوتنا الرجاويين وديما رجاء من الجزائر خاوة خاوة مكان غير الحب لفامي. مهم مازال ان شاء الله ان شاء الله بطولات كتار ان شاء الله الدوري ان شاء الله كاس العرش ان شاء الله بزاف 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 من النجاحات ان شاء الله يديروهم. مهم لفامي والله نشكركم بزاف صراحة الناس كازا وجمهور تاع الرجاء اللي صادفوني في الملعب وفرحوا بيا خاوتنا فرحوا بيا بزاف 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 نقولهم ميرسي بوكو وميرسي عليكم. ما قدرش نشكركم بالهضرة برك باسكو صراحة ضيفوني فرحوا بيا بدرجة كبيرة 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 بزاف ما كاين غير الحب لافامي والله العظيم ما قدرش نشكركم أكثر من هكا. أني موتر ومقلق ومازال مقلق باسكو الماتش كان صعيب بزاف بيطا كلوب في الأخر داروا بريسيون بريسيون عليهم داروا بريسيون كلشي ولكن الحمد لله انه لي جوار طاحوا شويه بدنيا تاع الرجاء ولكن وقفوا صامدين ووقفوا وداروا اللي عليهم. سيرتو صراحه اللي عجبني في هذا الماتش بوطيب والهدف حفيدي ان شاء الله حفيدي ما يكونش الاصابه تاعو كبيره بعد هذيك الاصابه اللي كانت له. عطشت وراح لي الصوت ما قدرتش نهضر ولكن باش نعبر على الحب على الفرحه ديالي اللي راهي فيا كبيرة 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 بزاف. اللي يقولك المغرب والجزائر أعداء ويقولك ماشي خاوة غير قولوا له روح تروح قولوا سير أخويا سير ديما خاوة وديما خاوة وديما رجاء وديما خاوة مع بعضنا إن شاء الله لافامي إن شاء الله يكملوا كما نقولوا النجوم. هاد الدرابو هذا يستاهل شحال من نجمة يتعمر بهاد النجمة. هاد الدرابو فيه تاريخ فيه أن إستوار عنده جمهور كبير وجمهور تاع رجاء يستاهل ألقاب كبيرة بزاف ويستاهل كما يقولوا بزاف بطولات باسكو الجمهور تاع الرجاء من الجماهير الغير عاديه صراحه يضحي على ليكيب ديالو ديبلاسمون. شوفوا لي ديبلاسمون بلايص بعاد بزاف الجمهور تاع الرجاء يديبلاسي ويوقف مع الكلوب ديالو. انا جزائري ورجاوي ديبلاسيت على الرجاء باش نشوف معاهم الماتش تاع الفينال والحمد لله لعبوا 3-0 تما وكانت فرحه كبيره وكانوا فرحه كبيره مع خاوتنا والحمد لله هذه البطوله جابوها وهذا الكاس جابوه. نتمنوا مزيد من الالقاب ومزيد من الخدمه ان شاء الله سيرتو انه الرجاء يخصها بعض اللاعبين لازم كان ممكن انهم يتغيروا كما الياسي لازم خص لاعبين في وسط الميدان لازم لاعبين قويين كما كان الراقي كما كان متولي خص لاعبين هكاك
كاين حفيدي، ولكن حفيدي تقل عليه كامل، ماشي لازم واحد يكون. شفنا حفيدي كيخرج بعد البليسير هذيك تاثر شويه المستوى تاع الرجاء وانخفض شويه، ولا لي بال ولا يلعبوا كيما يقولوا الفوق، ولا يلعبوا منظمين. ولكن حفيدي اللي جوار لاعب اللي يحط الكره في الارض ويلعب كره مليحه في الارض. تحيه لكم لا فامي، ما كاين غير الحب. وما تنساوش طابوني في لاشين، طابوني في انستغرام ديالي، وتبقاو ديما تبعونا وديما تشجعونا وديما معاكم حنايا، وديما خضرة وطنية وديما الرجاء. صراحة الرجاء في هذه الفترة رمموا الناس كامل، الانصار كامل اللي تبعوها وشجعوها، ماشي غير انصار تاع الرجاء برك، باسكو الفرقة كبيرة ومثلت المغرب ومثلتش الرجاء فقط في هذه البطولة كبيرة صراحة. تحية لكم لا فامي، ما كاين غير الحب. تهلاو في روحتكم وكالعادة، وإن شاء الله مازال فيها عودة إن شاء الله لكازا، نحضر إن شاء الله الديربي تاع كازا، وإن شاء الله فيها فرحة كبيرة 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 إن شاء الله تكون لافامي، ونفرحوا معكم ونشوفوا الماتش ونشوفوا خاوتنا إيسا فينغرو في زيران. الصراحة فرحت بزاف كنت معكم، كنت وسط خاوتي وسط حبابي، أي حاجة بزاف كبيرة إيسا فينغرو في زيران لافامي. المهم أحبكم بزاف والله العظيم، حب كبير 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 بزاف. وكان ميساج حاب نمدو على الناس اللي يحب الرجاء يدي بلاصي عليها يشوفها، باش فاشله في التلفزيون، باش يعرف قيمة الرجاء، باش يعرف قيمة الجمهور تاع الرجاء، باش تهضر عليه في التلفزيون برك. الرجاء حاجة كبيرة بزاف، الجمهور كبير بزاف، جمهور كي تقول فرحة تكون فرحة هستيرية، فرحة هستيرية بدل كاع الكلمة، تقول جمهور عالمي، جمهور عالمي تاع الصح، انك تشوف هذاك الجمهور كيفاش واقف كيفاش فرح. وبهذه المناسبة ديديكاسي ناس برموصي وناس خاوتنا سيرتو رشيد وخالد وعائلتهم، عائلة بخاري اللي كانوا معايا في كازا، كانوا معايا ناس مليح بزاف وضيفوني ورحبوا بيا. نقول لهم ما كاين غير الحب، ما كاين غير ريسبي الصراحة لافامي، ان كرون 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 ريسبي. وتحية لخونا عبد الصمد اللي هو وصلني المطار من كازا، هو تحية كبيرة كبيرة للناس كامل لي سيبورتور تاع كازا تاع الرجاء. نعرف بلي سيبورتور تاع الرجاء ما كاينش غير في كازا، كاين في بورتو في المغرب كامل. تحية ليهم كبيرة لافامي، وما كاين غير الحب وديما الحب لافامي. هاد الحاجة نحبو ديما تكون سي صار فوتبول، سي صار العشق تاع الفوتبول. تحية الناس كامل داخل وخارج الوطن، الناس اللي يشوفونا والناس اللي يحبونا، وما كاين غير الحب. بزاف والله ما قدرتش نعبر على هذاك الحب اللي كاين فيا والفرحة اللي فيا بزاف بزاف بزاف. كيما هذا الدرابو وهذا اللوفر هذا كامل ديكادو، باسكو الحب تاع الرجاء اللي هو كبير بزاف، ويبقاو دي سوفينير ودي سوفينير ودي سوفينير عزاز عليا بزاف لافامي. عييت عييت اخويا عييت عييت، والفرحة اللي فيا حنا باسكو هذيك لابريسيون اللي كانت في الماتش حبلتني. البيت الاول شوية، دوزيام بدا الشك يدخل، تروازيام بدا يدخلنا الشك، بديت نخاف بديت نرعد في بلاصتي. ولكن الحمد لله اللي كانت المباراة كل اللاعبين كانوا صامدين كانوا واقفين وبانون. تحية لي كبيرة، دار ماتش كبير بزاف، كان محارب كان يحارب كان واقف في التيران، كان صامد صمود كبير 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 بزاف في هذا الماتش. دار ان كرون ماتش، شاكيري كيف كيف وطيب، ان كرون جوار هذاك السيد صراحة، اللي لاعب يقدم اللي عنده ويحارب تحسو ولد كلوب ويلعب على على الاعلام تاع الرجاء ويحارب ويدير اللي عنده وحاط اللي عنده كل شيء. وبن حليب ثاني، وما ننساوش حفيدي واللاعب اللي عجبني انا ثاني بزاف اللي هو احتراف زكريا، احتراف اللي لاعب صراحه سريع ولعب بدا ما قلت احتراف يجري هكا طبس راسه، ولكن يبقى احتراف من احسن اللاعبين، لاعب مهاجم وخطير جدا جدا احتراف اللي كما نقولوا بدا صنع الفارق ودار خاطر كبير. وان كرون ريسبي اللي هو البطل تاع المباراة اللي فات اللي هو رحيمي، تحية لرحيمي، تحية كبيرة كبيرة كبيرة. نعرفوا يعني رحيمي ولد الراجا ولد دونور وكبر دونور، تحية ليه كبيرة. حكاو لي عليه بزاف في كازا، حكاو لي عليه بزاف جمهور تاع الراجا، هذاك اللاعب وتضحية تاع الوالد ديالو اللي هو عائلة رجوية، وكيفاش قاتلو كيفاش وقفوا العائلة بسيطة بزاف وطلعوا ان كرون جوار كيما هذاك. وعم اعتقد عنده خوه لاعب اخر لاعب في الرجاء في صنف الصغار حارس يا ما عرف شنو هو، ولكن عنده اخ الاخ لاعب في الرجاء ايضا. المهم لا فامي ما كاين غير الحب، وتهلاونا في راحتكم بزاف 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 بزاف. ان شاء الله ما كنتش ثقيل عليكم، كنت خفيف عليكم، وهذه هي الرجاء وهذا هو الحب وهذا هو الجنون.
وما خسراش فيهم طلام وما خسراش فيهم ما كان دير كراكاج وحدي معليش ماشي مشكل. وروح ارحمهم مع خواتنا وبارطاجيو هذا الميساج. المهم لا فامي نحبكم بزاف وما كاين غير الحب وربي يخليكم لينا ان شاء الله. خايف على برك خالتي. راح تنسى 14 بزاف والله. المهم لا فامي ما تنساوش جيست تابوني في لاشين تابوني في انستغرام ديالي تنكوراجيني توقفوا معنا لا فامي. وان شاء الله كما قلت لكم نكون حاضر ان شاء الله في ماتش ديربي وان شاء الله نكون واقف معكم وديما مع خوتنا. وهذه ماشي مزيه وهذه مش حاجه اللي مزيه اللي نديروها مع خوتنا. حنا دائما نبقاو خاوه وحبوا يفرقونا بالسياسه ولكن الفوتبول يجمعنا باش معنا الرجاء والرجاء للجميع ماشي مخصص للناس فقط معينين. هذا كلوب كبير وكليك كلوب عريق بزاف صراحه. وديما رجاء وديما رجاء وديما خضراء صراحه. الناس يسالوني علاش تحب الرجاء وعلاش ما حبيتش كلوب وحده في المغرب. يا ناس كيما نقولوا قلب ما يريد قلب ما يخير قلب ما يحب. هذا الكلوب تعلقت به مده كبيره وتعرفوا انا مناصر مولود الجزائر وعلاقه من بين مناصر الجزائر ومناصر فريق الرجاء خاوه وما كانش فرق وما كانش ديفيرونس. نفس المعاناه اللي عيشها انصار مولود الجزائر اللي هي نفس المعاناه اللي يعيشوها انصار فريق الرجاء من الظلم من كل شيء من اي حاجه اللي يعيشوها. وحنا دائما مع خوتنا وديما واقفين معها. وحريه للانترس مولود الجزائر ان شاء الله والانترس كاملين الحريه باسكو هذوك الناس اللي طلعوا يشجعوا الفريق ديالهم ويوقفوا مع الفريق ديالهم اللي يحبوا يقمعوهم يسكتوهم ولكن هما دائما واقفين مع الكلوب ديالهم مع الفريق ديالهم. نتحيهم كاع لي زيطرا وكاع لي واقفين الاخر تحيه كبيره لاطرا جرين بوي واطرا ايجلز وكاع خاوتنا ودرب سلطان والناس اللي يشوفونا كاملين والناس اللي يحبونا كاملين. تحية كبيرة خوتنا كازاوا صراحة ناس رجولة ناس الله يعمرها دار وقفوا معنا بالبيان كانوا معنا واقفين بدرجة كبيرة بزاف صراحة. أنا كنت ضان أنه كاين ناس يحبوني وناس يوقفين معايا ولكن كي وصلت على أرضية الميدان وكنت مع خوتي حسيت بهذاك الشعور بهذاك الحب المتبادل لأخواتنا. وكشفت الفيديو اللي فات اللي قلكم مغاربة وجزيرة محبوش بعضهم وقولوا غير تكذب وما كاينش من هاد الهضرة. مستحيلة. حنا شعب واحد عدد وحدة تقاليد وحدة وحنا مسلمين وحنا خاوة والدم واحد يجمعنا ودايما نوقفو مع بعضنا ونديرو اليد في اليد باش الاخرين اللي في الغربة ما يتشفاوش فينا ما يقولوش شوفو واش راهم يديرو. مي حنا نديرو اليد في اليد ونحبو بعضنا. هذه مجرد كرة فرحنا فيها ولكن لازم نفرحو مع بعضنا اي محافل اخرى ان شاء الله وندو ان اكزومبل شباب بزاف. وتحية للناس اللي يشوفونا والناس اللي يحبونا كاملين والناس اللي يشوفونا كاملين. تحية لكم ان غروند ديديكاس اي بيج ديديكاس الناس كاملين. قلت لكم ما تنساوش تابوني في لاشين تابوني في انستغرام ديالي لا فامي وما كاين غير الحب نحبكم بزاف. ميرسي بوكو الصراحه بزاف ديال الحب اللي كاين والله. تحية لكم لا فامي والله نحبكم بزاف وديما رجاء وديما خضراء وان شاء الله مربوحه في المحافل القادمه ان شاء الله. وان شاء الله البطوله وان شاء الله الرجاء ترجع في السكه ديالها ونشوفها تقدم اداءات كبيرة بزاف. وان بيك ديديكاس لغاريدو دييغو اللي هو غاريدو المدرب تاع فريق الرجاء ودييغو اللي هو المحضر البدني يديروا خدمة كبيرة. وتحية للناس كامل الطاقم الفني تاع الرجاء والناس اللي صارين على هذا الفريق باش هذا الفريق قدم هذه الافراح كبيرة وخرج ولاد الشعب باش يفرحوا باش يزهاو اللي هي المتنافس الوحيد الحب ديالهم باش يفرحوا اللي هي فريق الرجاء. تحية للناس كاملين اللي يشوفونا والناس اللي يحبونا لا فامي.